تقول أختنا في سؤال آخر: زكاة الحلي كيف تكون وكم هو النصاب جزاكم الله خيرا؟ الحلي إذا كان معدا للتجارة أو للقنية فإنه يزكى إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب وهو ما يساوي 11 جنيها سعوديا ونصف الجنيه، والغرامات إذا ساوى 92 غراما فإنه يزكى بأن يخرج ما يعادل ربع عشره، إما منه وإما من النقود الأخرى ما يعادل ربع العشر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.